دفنت سيارات تحت الثلوج وأغلقت الأبواب بسبب أكوام الثلوج في مدينة سان جون الكندية، حيث ضربت عاصفة ثلجية المدينة التي أعلنت حالة طوارئ نادرة. وأمر مسؤولون في المدينة بإغلاق الشركات وعدم سير المركبات على الطرق، وأصدرت وزارة البيئة الكندية تحذيرات من الرياح العاتية في معظم مناطق نيو فاوندلاند، وقالت إن الرياح القوية والثلوج قد تسبب في انعدام الرؤية في بعض الأماكن.